ويلكم تو موبل الكترونيك دايجنوستيك. اهلا بكم في بيست كار فيكسز موبل الكترونيك دايجنوستيك. اليوم عندنا 2002 رايت 2002 نيسان ماكسيما 2002 نيسان ماكسيما اتغيرت الترادل بادي. وي هاف 2002 نيسان ماكسيما. ذا ترادل بادي واز ريبليسد اند ذا ار بي ام از فيري هاي. الار بي ام يا جماعه او التكسيمه عاليه جدا جدا. فكلنا سويا اليوم حنمشي ونشوف هل بنقدر بنعمل الريست او وزنه التكسيمه بجهاز الكونسول 3 بلس. Today we are going to try to see if console 3 plus it will be able to do older cars or not. So here is a car. Here is the car. هذه هي السيارة. And we are going now to check and see is it possible or not. The throttle body, long time ago, you have to take a screwdriver and adjust the air and gas ratio. زمان الثروتل بادي والحاجات ديل ان احنا كنا بنستعمل جهاز المفك عشان نوزن الهواء والبنزين. اما الان فاختلف. اوكي كونسول 3 بلس از ذا بيست تول ايفر فور بروجرامينج اند دايجنوستينج نيو كار نيسان اند از افيلبل ان ذا ماركت. بات اف يو دونت هاف ات اولسو از اوكي يو كان يوز افتر ماركت تولز. كونسول 3 بلس يا جماعة جهاز جيد جدا جدا للنيسان وفيها التشغيل لأشياء كثير جدا جدا. ولو ما عندك برضو ممكن تستعمل الجهاز العادي الأجهزة الثانية العادية بشغلك ما فيها الكفاية لكن 75% جيد. طيب now we are opening the console 3 plus. بنفتح الكونسول 3 plus. ننتظر قليل. We're gonna wait a little bit. console 3 plus here. نحن الآن في console 3 plus. ننتظر كي يعمل الاتصالات مع شبكة هنا ونجد خط أخضر. We're gonna get a green light here. That is okay. ونذهب إلى diagnosis. We're gonna go to diagnosis only. ونختار المكان. We're gonna choose the engine. Sorry. طيب أنا هنا الآن في الكوميونيكيشن. We are communicating with the car. I want to see what code is here. نريد أن نرى لماذا هذا ال check engine light. ونسبة لأنه السيارة قديمة الاتصال بيكون بطيء. Because the car is old, communication may take time or it could be slower. كما ترون الآن 0%. As you see here 0%. Okay, on entry the communique just là si vous avez visa. Nous allons voir le moteur ou bien l'ordinateur qui concerne le moteur. And you see here he say that P0507 ISC system. This code we have it here. So what we're gonna do, we're gonna go to work support first. Let's clear the code first. You see this is a code P07. Okay, I'm gonna clear the system. Let me stop here. أتركني let us clear the system. خلينا ننظف الكود. نعمل التصليح للكود مسح عشان يساعدنا في البرمجة. Okay, maintenance. Now we are going to. Sorry, I speak French, English, and Arabic. So let me go Arabic and English. Now we are going to get idle air learn. ضبط التقسيمة. نعمل start. ما شاء الله يعني كويس. طيب ماذا يقول؟ نريد أن يكون كل الأشياء هنا مكتملة وبعد ذلك نقول next. خلينا ندور السيارة. أنا قمت بإدارة السيارة ونقول نعم ويقول لنا start. يعني شفت كل الحاجات تمام. في بعض الأحيان لو خطيت الـ AC on مثلا أو في بعض لبعض الأسباب ما بيشتغل معك. والـ RPM الآن هو تقريبا 100 ألف. نريد أن يكون أقل من هذا. بإمكانك مساعدة الجهاز بوضع السيارة للدرايف كي يزيد من عملية قراءة طيب أتركنا قراءة التقسيمة. نحن نبدأ. لماذا لا يبدأ؟ أنا ضربت الستار وهو زي فريز. لا أدري لماذا لا يبدأ.
ما حدث؟ ماذا حدث؟ هل الجهاز عمل فريز؟ لا يريد أن يشتغل، حصل فريز، لا ندري ما هو السبب، لكن نبدأ ثاني من جديد ونرى. إذا حدث مرتين ثلاثة يعني أننا لا نستطيع أن نشغل هذا الجهاز للسيارات القديمة. قمنا بفصل، قفلنا الجهاز وفتحناه ثاني والكود جراجع، فنمشي للورك سبورت ونقرأ الايدل كنترول ليرنينج. We're gonna restart it all over again. See if it's gonna work or not. Car is running now. Hopefully it's not gonna freeze on us. Yes, now it start. You say coolant negative, coolant temperature, vehicle speed. There is a lot of stuff that's no good. نحن لا ندري لماذا. يمكن التمبريتشر، الحرارة لم تأتي بعد، والفولتش والمايلش. وعمل فريز، لا يشتغل. If freeze again it doesn't work, so that means there is a difficulty to work with the older software. Maybe there is a problem or anything, but I tried again to do it, you know, like it freeze. So I'm not gonna use this one. I'm gonna try to use Maxi 6 or Snap-on tools to see if it will pull it down for us. نستعمل جهاز ثاني لأن هذا الجهاز عمل فريز للمرة الثانية، ونأتي من جديد كي نرى لماذا. يظهر أن هذا الجهاز يريد أن يرى ما في load signal، ما في تكييف، no air conditioning، ما في أي أشياء ثانية كثيرة. وخلينا نجي للمرة الثانية. معكم محمد النور، والآن عندنا أن الكونسول 3 بلس ما مساعد جيد للسيارات القديمة. We are back again. Try to use our console 3, console 3 plus freeze. Console 3 plus يا جماعة وقف. فعايزين نستعمل الافتر ماركت tools. We try to use the after market one which is Maxi IM 608. و let us go. خلينا نمشي على ال diagnosis. بنمشي على الدايجنوز. We gonna go to diagnose. هذه المرة لا نشتغل بالفين، نشتغل بال، لأنه سيارة قديمة شوي، بنشتغل بالمانيوال. We gonna put manual entries. فنضع حرف N. We gonna put letter N. I letter I. بطلع لنا نيسان في هذه المكان. نيسان will come up. We gonna check it. We accept. بنقبل. ونذهب إلى الخطوة الثانية. ننتظر كي نكون في نريد المانيوال سيلكشن، نريد الاختيار العادي، ونذهب الى هنا في امريكا، الولايات المتحده الامريكيه، نورث امريكا، وهي سياره ماكسيما، ذا كار از ماكسيما، ونقول 434 وهي 2002. طبعا هذه هي سياره، ذيس از ا كار. وي ار جوينج تو لوك فور دايجنوس. بنستعمل الدايجنوس وندخل على الكنترول يونت واحد واحد، one by one control unit. نختار الانجن. We're gonna check the engine. وننتظر and wait. بعد قليل، in a few minutes سوف نقرأ المكنة والكود. We're gonna read the engine information or computer information and the code. We're gonna delete the code. هنمسح الكود، وبعد ذلك سوف نذهب إلى برمجة أو برمجة throttle body. And after that we will go to throttle body service. We wait a little bit. ننتظر قليل. ظهر لوحة التشغيل والمعلومات. We have the information here. Easy information والكود and the code والكود. We're gonna read the code. سوف نقرأ الكود. هي نفس الكود. B0507 Idle System Control. طبعا فيها مشكلة. خلينا نمسحه. Let us delete it first.
قمنا بالمسح سوف يكون لا there will be nothing there, سوف لا يكون هناك أي شيء. سوف نذهب إلى special function, we're gonna go to special function. هنا لدينا idle volume learn, هذا المكان قراءة التقسيمة. هناك شروط يقول لك مثلا البطارية 12 فولت ودرجة الحرارة أكثر من 70 وما في load, يعني there is no load at all, we don't need no load, everything have to be okay. و 7 thing والستيرينج في الستريت هيد, الدريس كود يكون في الوقت في الجهاز في ستريت هيد الستيرينج, و بريس ستار بتون مسج بليس ويت 5 ديسبلاي, دي للسيارات الجديده. طيب خلينا نمشي, ليت اس جو فور ات. تمبريتشر كم عندنا؟ اي دونت سي نو تمبريتشر ذير, لا ارى اي تمبريتشر, ما مشكله. انا ما تكونتينيو, قلنا نستمر. التمبريتشر كويس, التمبريتشر از جود, الباتري فولتج جود, كل حاجه ما بطال. اير كونديشن سيجنال, اير كونديشن اوف, لود سيجنال اون, لود سيجنال اون, هيد لايت المفروض يكون اوف. شايفين يا جماعه هنا كان اون, ات واز اون هير, واي بيكوز ذا هيد لايت واز اون. 7 ام غون تو تيرن ذا هيد لايت اوف. طيب في حاجه تاني؟ ما في حاجه تاني. فيكل يكون سبيد, يعني كل هاي تمام. بارك نيوترال سويتش الان في الباركينج, ستار اوف, اير كونديشن اوف, جميل. نبدا بسم الله. جره صح, شايفين الجر, جر البتاع, جر الخط, ما يضوء لكن شايف نزل. خلينا اولي لك شويه, شايف جر لكم ل 20؟ لا ما هو ما جر, شايفين ما جر. It never pull, it try to pull but it never pull. So let me put this in drive. By putting this in drive, sometimes it help. لما تضع ده في الدرايف مرات بعمل help, ما عمل أي help, شايفين؟ لا زال الشد كبير. Till now, pulling is very high. حتى الآن الشد عالي جدا. ربما يوجد هناك خلل في الكمبيوتر, أو ربما يوجد هناك خلل, أو يمكن هواء داخل بمكان تاني, أو يجب علينا النقص, لكن في هذا المكان يجب عليه أن يبدأ في الفيلم. في هذا المكان يجب عليه القراءة. أنا لا أدري, I don't know why it doesn't want to pull. في الاكسكيوشن ومش عايز ينزل. It doesn't want to come down. والكل الكاريكاتيريا مات. في هذه الأثناء يجب علينا فحص الجهاز المركب في السيارة. ربما يكون غير أصلي. Maybe the piece they put it in is not original. It's supposed to read automatically. فسوف نترك هذا المجال إلى هنالك شيء آخر. There is another way. Take disconnecting all the injectors, all the coil, and let the power go down more. Like leave the car running in four cylinders. We may have to do that tomorrow. But till now nothing is there. حتى الآن لا يوجد شيء.
فإلى اللقاء في فيديو تاني ونتابع كيفية جعل هذا. If the car is 2004-5, إذا كانت سيارة جديدة, يوجد perform action is not completed, please try in 2 minutes. طيب قال نجيب في 2 minutes. Okay, I'm gonna turn the key off وننتظر 2 minutes. I'm gonna wait 2 minutes and I come back. We try again after 2 minutes. Still, even though we put the car on drive, حتى وضعنا السيارة في drive, برضو في شد شديد وكمية الهواء أكتر. Still the air is too much and it doesn't want to go beyond that. Let me put it back in drive. لما حطيتها في البارك, شايف؟ ده أثناء القراءة. لا يريد أن يقفل, هناك هواء أكثر من اللازم. سوف نعيد هذا الجهاز ونراه إن شاء الله في يوم التالي. We're gonna check it again and see what happened. And if you have any input, I know we can disconnect some injectors or coil, but also give us any idea what can make this one pull down. This is electronic throttle body, not a mechanical one. The other one, it may have the solenoid one, the computer could be get burned, but this one, no. Thank you for watching. Please subscribe and share and see you in another video. This is Muhammad Harun Idris. شكرا على المشاركة, ومعكم أخوكم محمد النور هارون إدريس.